السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدنا مراجعة على الدرس اللي أخذناه، الدرس الأول الكروشيه. شفنا إحنا سماكة الخيط، شفنا الإبرة المناسبة للخيط. كل ما كان الخيط سميك بتكون الإبرة كبيرة. مثلا هذا الخيط اللي في إيدي السنارة تبعته رقم 4. هنا بنعمل عقدة أول الخيط عشان ما ينسل. طيب نعمل البداية، نمسك الخيط، هنعمل دائرة حوالين الأصبع، ندخل الصنارة بالدائرة اللي عملناها ونطلع خيط ونسحب الخيطين، نرسق وكمان نقعد عقدة تانية. هلا هنبتدي الشغل. شوفوا كيف إيدي، باطن الإيد نحط عليها من نهاية الخيط، نحط على أصبعنا الصغير، بعدين نقلب الإيد ومنحط على السبابة الخيط وهكذا. بعدين بالأصبعين هدول سبابة والإبهام نمسك الخيط من النهاية، نبتدي أول غرزة. بسم الله، الصنارة مع الخيط متوازيين، يعني جنب بعض هيك إخوة. الصنارة تأتي خلف الخيط، ها نسحب من الخيط وندخله بالفتحة اللي عملناها، نسحب للأمام هيك اشي بسيط. هاي أول غرزة. نعمل كمان، هاي شوفوا نفس الطريقة، الصنارة والخيط جنب بعض، الصنارة حركناها صارت بالخلف والخيط أمامها، نسحب من الخيط وندخل في الفتحة، صار عندنا صنارة غرزتين. هنعمل دائرة. كيف نعمل دائرة؟ هنعمل 5 قطب أو 6 حسب سمكة الخيط. كيف نكمل الدائرة؟ بأن نشبك الغرزة الأولى مع الغرزة الثانية، مع الغرزة الأخيرة عفوا، الأخيرة وهكذا. شفتوا كيف الوضع بيكون؟ نمسكها بالأصبعين، بنلف الخيط على الإبرة وبنسحب الخيطين مع بعض. شوفوا أصبحت عندنا دائرة. الخطوة الثانية نعمل 3 غرز وهي كده، بنسميها ارتفاع. هذه بداية كل شغل. الدائرة معانا الدائرة، هنشتغل في الدائرة غرزة العمود. هنتعلم هلأ كيف العمود. العمود هيو كل شغل بكون الصنارة والخيط جنب بعض، تيجي الصنارة خلف الخيط والخيط أمام الصنارة، صار في لفة هنا، يعني هاي لفة، لفة على الصنارة، هذه اسمها لفة. ندخل الصنارة بالدائرة، نمسك هذا الخيط معانا، وبعدين من الخيط نفسه تبع البكرة بنسحب خيط. شوفوا إيش صار على الصنارة، لحظة، شوفوا إيش صار على الصنارة، صار 3 خطوط. نسحب خيط، لف خيط يعني على الصنارة، ونسحب القطبتين أو الغرزتين، ناس بسموها قطبتين ناس غرزتين. معانا كمان غرزتين برضو بنسحبهم سحبة واحدة. هاي صار عنا أول عمود، وهدول الغرز بنسميهم عمود برضو. نعمل تاني عمود اللي هي اللف على الصنارة، الخيط بنلفه على الصنارة، صار كده هاي ملفوف. بعدين ندخله بالدائرة ونرجع تاني ناخد خيط، عشان هيك الخيط بخلص، عشان منلف كل شوية منلف وبناخد منه. نفس الطريقة صار عنا 3 غرز أو 3 لفات على الصنارة، نطلع من لفتين، منلف كده وبنطلع من لفتين. هيو أصبح عندنا عمودين. لف مرة تانية، هيو لفة على الصنارة، بعدين ندخلها بالدائرة ونسحب خيط وهكذا. هي كله نفسه، نفس الطريقة. ضلكم انتوا عيدوا الفيديو عشان تتمكنوا من هذه الطريقة. بنرسم بالدائرة يعني حوالي 8 عواميد. وشكرا جزيلا.